منزل الشاطئ. أنت متأكد؟ متأكد أمل أن تكون الفتيات بخير. افتح الباب وهي. فتيات سننقذكم. ديانا هل أنت بخير؟ أولاد مرحبا، تيمار اشترى لي ستاربكس. جئتم لتنقذونا؟ أولاد مرحبا، كل شيء بخير، الأمر جيد. أجل تيمار فاز بقلبنا بسبب لطافته. مرحبا شباب. أنت؟ من تظن نفسك من أنت؟ أنا تريد أن أشرح من أنا؟ أجل سرقت حقائب الفتيات ثم الفتيات. ديانا أولاد اهدوا اسمعوا لا تتشاجروا. كيريل إنه تيمار صديقي السابق. تيمار هذا كيريل صديقي الذي تناديه بالسنفور. ديانا أبدلتني بهذا؟ ديانا ماذا؟ أولاد اهدوا تيمار هذا يحدث. أحببتك أولا والآن أحب كيريل، لا يوجد شارح. ماذا تقصد؟ أتعلم من أنا؟ أنا قائد فريق كرة السلة صحيح أولاد؟ أجل آسفين تيمور. نحن ذا حقا قائد فريق كرة السلة؟ أنا أيضا لاعب سلة. ديانا آسفة تيمور لكن لن أكون في صفك الآن. فتيات هل فكرتم يوما أن صديق ديانا السابق سيسرق حقائبنا ثم يتشاجر مع صديق ديانا الحالي؟ أحب حياة بانيا، الكثير من الأشياء تحدث. أتسأل كيف سينتهي هذا وهل تيمور سيذهب معنا للفيلا؟ فتيات خذوا أغراضكم وهيا بنا ولا تجرؤ على الظهور مجددا صحيح أولاد؟ أجل آسفين تيمور. سئمت منك تيمور. شكرا على كل شيء وداعا، كان الأمر ممتع في منزل البحر هذا. تيمور إني احتجت للمساعدة الشتيرة أو شكلة ساخنة اتصل. أجل قصة حياتك كانت مثيرة. لحظة، هذا يعني أننا لن نأخذ معنا تيمور للفيلا؟ ناسيا كيف؟ ماذا للفيلا؟ صديق ديانا السابق؟ كيرين لحظة، إنه طويل قوي ولاعب سلة، ألا تحتاج لاعب سلة في فريقك؟ ناستيا لما تدافعين عني؟ تيمور أنا فقط لطيفة. ماذا صديق ديانا للفيلا ولفريق كرة السلة؟ مستحيل. كيرين اسمع دعنا نساعده، أترى المنزل الذي يعيش فيه إنه كابوس. كيريل إيدا تيمور صديقي السابق، أنا أيضا ولا أملك أي علاقة معه. كيريل صحيح، تيمور شاب رائع نحن نعرفه. كان رائعا، الآن لست متأكدا. أولاد تمزحون، إنه سارق. كيريل ألا تفهم، إنه القدر، كان يجب أن يحدث. لقد سرق هواتفنا ثم وجدناه والآن علينا أن ننقذه، سيعيش في الممر. أجل على السجادة. ألا تمانع على السجادة؟ أنا أمزح. لا أفهم، تقررون مصيري؟ حسناً، تيمور سيعيش في حمامي، هناك مساحة كبيرة. أعتقد أن واحدة من بوني وجدت تيمور رائعاً. أجل يبدو ذلك، وربما تبدل القبل. كيف ديانا لم نرى ذلك؟ أجل سمعنا فقط. إذن شباب ماذا سنفعل؟ كيريل حسناً تعالي للفيلا فقط بسبب ديانا. كيريل شكراً، أنت لطيف جداً، أكثر من أصدقائي السابقين. تيمور ماذا؟ اذهب وقل شكراً. شكراً، لكن إن كانت هناك مشاكل لن تكون أي مشاكل معي، أنا سأعد لك ولديانا. هذا جيد، لاعب سلة جديد وشاب عازب آخر في الفيلا. فتيات لقد نسينا حقائبنا. حسناً أولاد، الكثير من الأشياء حدثت لتيمور حتى أنه يمكنه أن يكتب كتاب. حسناً ديانا لا تبالغي، لا تتحدث مع صديقتي. كيريل اهدأ، ألا يجب أن أتحدث معه أبداً عن ماذا؟ شباب لدي فكرة، لنكتب كتابا عن كيف قضت فتيات بوني يومين مع تيمور في منزل البحر. أجل القصة ستكون مثيرة لدرجة أن يباع الكتاب في يوم واحد. فتيات مرحبا. فتيات أخبرونا ماذا سنفعل لكي تواعدونا؟ سنفعل أي شيء. أرونا ما يمكنكم فعله بينما نحن نأخذ حمام الشمس. انحبوا البيسبول لأننا لن نوعد الفاشلين أبداً. سنثبت أننا لسنا فاشلين. شون قفازي خذ، سنريكم أفضل مباراة الآن. ستصدمون من روعتنا. الآن نحن مصدومات لأنكم فاشلين، كنتم لاعبي سلة فظيعين. أرونا كيف تلعبون البيسبول. فتيات استعدوا لتروا أفضل مباراة، ستقعون في الحب الآن. إذن فتيات ما رأيكم في شون؟ يسعى ليكون رائعا. وذاك ليس وسيما أبدا. أعتقد أنه جيد ومضحك وممتع. إذن شون مستعد؟ شون دائما مستعد. هيا واحد اثنان ثلاثة.
بلوندي رأيتي؟ واو فتيات رأيتم؟ زاك رائع، لقد أمسك الكرة. بلوندي لنتابع مشاهدة مباراتهم. بصراحة استمتعت بمشاهدة هذين الفاشلين. واو زاك أحسنت. امسك. أحسنت شون. بلوندي هذه المباراة لك. بلوندي هيا زاك أريهم. فتيات مستعدات لتستمتعوا اليوم. اليوم سنستمتع، نحن متبردات. هل لديك رخصة القيادة؟ أمي دائما تخبرني ألا أذهب في السيارة مع المراهقين. بالطبع لدي، حصلت عليها منذ سنة. أنا أذهب. إلى أين سنذهب؟ حيث يوجد الكثير من الشباب والمرح والحفلات. إذا هيا لنستمتع. أجل. حياتنا لن تكون كالسابق، نحن فتيات متمردات. ديانا كنا قلقين جدا قبل أن نجدكم. كيرين كل شيء بخير، لقد وجدتمونا وأنقذتمونا، والآن جميعنا سنذهب للفيلا. أجل سنفعل، لكن ما أحب صديقك السابق. كيرين اتفقنا ألا نتحدث عن هذا مجددا. إذا تيمور أخبرنا كيف ظهرت هنا. أولاد إنها قصة طويلة، سأخبركم المرة القادمة. لم أدخل الفيلا بسهولة أيضا، مررت بالكثير من الصعوبات. كفى، كنت تركض وتخيف الفتيات بالقناع. فتيات، هل تيمور يحدق بي؟ ناستيا ماذا؟ إنه لا يهتم بديانا، إنه عازب. إذا ديانا أنا ذهب. كيرين أخذت سيارتي؟ أجل كان علينا أن ننقذكم. أجل كان علينا أن نأتي بسرعة وأخذنا سيارة سريعة. طبعا كيرين أخبرتك لا تأخذ سيارتي أبدا. حسنا ديانا أردت أن أنقذك. إذن أيتها السيارة، أتأخذينني للفيلا؟ إيه ديانا. تيمور أنا سأقود السيارة وكيري لا حاجة لهذا. إدارية المدرسة؟ هاي اللور ومودي ماذا يفعلون هنا؟ بالطبع ستقودين وأنا سأجلس أمامك. لست مضحكا. سنبدأ الآن. أنا مصدوم، لم أتوقع هذا من ستيلا. إذا فتيات هل نستمتع؟ لا أطيق انتظار مجيء الشباب إلى هنا. ستيلا إدارية المدرسة، ما خطبك؟ ماذا تفعلين؟ ستيلا. ديانا يا له من لقاء غير متوقع، ظننت أنك مخطوفة. أجل نحن هنا الآن. فتيات ماذا تفعلون هنا؟ ولم جميعكم في سيارتي؟ ستيلا هل لديك رخصة القيادة؟ أتتخيلين كنوبال لدي؟ ستيلا هل سنكون في ورطة؟ مزاجي الآن ليس للحفلات. أصمتي، نحن متمردات ومتغطرسات. إذا فتيات أخلوا السيارة ولا تلمسوها مجددا. تبا نحن صديقات ديانا ولا نتمادى هكذا، وستيلا إدارة المدرسة وتتمادى. مايا هل تيمور يحدق بي؟ ناسيا لدينا مشكلة الآن. اسمعي ديانا، نحن متمردات اليوم. أجل سنستمتع ولا حاجة لكي تزعجونا. أنصحكم ألا تعترضوا طريقنا، وإلا سنغضب. بعني إذا فتيات هل نذهب للفيلا؟ أولاد لحظة، علينا أن نحل أمرا ما. بسرعة أعيد السيارة لمكانها في الفيلا. ستيلا اهتمي بالأمر. اسمعي ديانا، جميعنا نعيش في الفيلا وكل شيء يجب أن يكون مشتركا. السيارة كانت في الفيلا لذا هي مشتركة. اسمعي ستيلا، إن كنت ستتصرفين بشكل سيء ستذهبين للفيلا سيرا. لا أريد الذهاب سيرا، المكان بعيد. ستيلا ماذا سنفعل؟ سنعود للفيلا. فتيات ديانا لن أسامحك على هذا، ضعوا الحزام. ديانا هذا كل شيء، لن تفعلي أي شيء لهم. مايا أعتقد أنهم فهموا كل شيء. ألا ينظروا لي تيمور؟ ناسا إنه لا ينظر لك أبدا. انظري إنه مشغول مع كريم. ماذا؟ فتيات إذا هل سنذهب للفيلا؟ تيمور قل شيئا آخر، معدتي تؤلمني. أجل أخبرنا بالمزيد. تيمور لا تفعل، أستطيع الضحك أكثر. كيرين وتيمور سعيدة لأنكم أصدقاء، لكن حان وقت الذهاب للفيلا. شكرا أولاد. فتيات بصراحة أنا محتارة، إنهم رائعين معا. فتيات هذا لكم.
شكرا. البرتقال، كيف عرفتم أنني أحب البرتقال؟ أستطيع قراءة أفكارك. شول، لا حاجة لتغازلني كثيرا. لا أستطيع أن أخبرك إن كنت معجبة بك أم لا. أنا لا أضغط عليك، أنا فقط أفعل أي شيء لكي أعجبك. أولاد، إن أردتم أن تواعدوا صديقاتي يجب أن تحضروا لي البرتقال أيضا، وإلا وإلا ماذا؟ وإلا كيسا ستقنعنا أنكم لستم مناسبين لنا. بالمناسبة بلوندي، أنت لست مناسبة لزاك، خصوصا خوذته يبدو كالغبي. الغيرة، بمجرد أن حصلنا على أصدقاء كيسا تغيرت كثيرا. كيسا لا تغضبي، هناك الموسم القادم ستجدين حتما نمرك. شول، لقد حذرتك، أنا لا أحب المثابرة. واضح أنا لست لأشخاص عشوائيين أيتها القطط. يا له من استمتاع. ستيلا، قلت أن كل شيء مسموح. لقد رأيت ليس كل شيء. فتيات القطط هنا لنخبرهم بالجديد. أيتها القطط، هل سمعتم الأخبار الجديدة؟ دعونا لنتبادل الأحضان أمامهم. لدينا أخبار أيضا، يبدو أن زينيا وبلوندي حصلوا على أصدقاء. كيسا، أخباركم ليست بشيء مقارنة بأخبارنا. هناك شاب جديد في الفيلا، أتعلمون من هو؟ اشرحوا أكثر. من هذا الشاب؟ ربما نميري وصل. إذن فتيات تيمور، جاء هنا صديق ديانا السابق. تخيلوا، أي وجد وعاء العسل زكاة تيمور. من سيكون التالي؟ أوه حقا مذهل، تيمور لاعب سلة رائع. زاك، هل تعرفه؟ كيسا، إنه ليس نميرك. مضحكا جدا. شباب، أريد أن أقول شيئا، لقد أحببت تيمور. مودي أخيرا تريد علاقة. مودي؟ مودي، الأولاد مثل تيمور لا يهتمون لفتيات مثلك. ولما هذا؟ لأنهم يحبون فتيات مثل بوني الذين أخذوا سيارة وأفسدوا يومنا. شاب آخر في الفيلا تبا لهذا. لاحظت أنكم تشعرون بالخوف الآن. فتيات تيمور في الفيلا، واقترح أن نطبخ له فطيرة التفاح. من تساعدني؟ بلوندي. ماذا؟ يجب أن نرحب بلاعب السلة. أحتاج للبيض والدقيق والتفاح. إذن تيمور، هذه غرفة ملابسنا. أتشم رائحة لاعبي سلة رائعين؟ أجل، اشتقت لهذا كثيرا. شكرا كيريل على قبولي في الفريق. أنا سعيد جدا لأنك قائدي. نحن سعداء أيضا. بالمناسبة، أنا مصدوم لأن تيمور في فريقنا. أنا أيضا، لأنه يوجد فاشن قديم هنا. لا أقصد الإهانة توماس. تتذكر أن ديانا صديقتي وأنها ممنوعة علي؟ أتذكر كيريل، لقد حللنا الأمر. سمعتم، أنا فاشل. كيف توماس قال أنه لا يقصد الإهانة؟ لا، إن نادتني بالفاشل مجددا. توماس اهدى. كيف توماس، أنا سعيد لأنك لم تعد فاشلا. أولاد، يجب أن نركض في السادسة ونتدرب في الثامنة. تيمور، أنا بك في الفريق. أجل أولاد، أنا سعيد لأننا معا، لكن هناك أشياء جديدة. رغم أنه صديقها السابق علي أن أكرهه، لكنه شاب جيد. تيمور، لما ترتدي القبعة؟ اخلعها، أن جو حار. لا زكاة، شعري لا يسمح لي. أها، إذن أنت أصلع. فتيات، هل أنت مصدومات؟ الصدمة ليست شيئا، كيرين وتيمور أصدقاء. كل شيء رائع الآن. لولا ما كن معاش كنت سأغازل تيمور. اسمعي مايا، لقد سئمت منك حقا. كنت معجبة بزكاة، والآن تيمور. أنا من أعجبت بتيمور وأريد أن أواعده. ناسي أن أعجب بك تيمور أولا. ديانا، ماذا تقصدين؟ ناسي، اهدئي، إنها مزحة. إن نجح الأمر بينك وبين تيمور سأكون سعيدة لك. ديانا، ظننت أنك لا تحبين. كيف أبدو؟ كفى، فتيات بوني هم الأجمل والأروع. لا توجد فتيات بوني قبيحات. فتيات، بصراحة كل شيء رائع. وأيضا لقد أحببت قصة المنزل المهجور. الأدرينالين كان في أعلى مستوياته. أجل، كنا في المنزل المهجور وتم إنقاذنا. وأيضا قصص تيمور. حسنا فتيات، الأولاد هم الأولاد، لكن لا أحد ألغى التدريب. غدا على الساعة الثامنة التدريب. شباب، هل أنتم مصدومين من قصتنا المجنونة؟ دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا. باي باي.